أعزائي المشاهدين، يا هلا ومرحبا فيكم في حلقة جديدة من برنامج سبورت كلينك. دكتور عقيل مهنا، استشاري أمراض الروماتيزم ورئيس وحدة الروماتيزم في مستشفى مبارك، حياك الله. الله يحييك وبارك فيك. الله يسلمك. دكتور، اليوم نبي نتكلم عن مرض نوعا ما ممكن هو يكون منتشر بين المجتمع، ويمكن أعتقد يمكن الجو عندنا أيضا يؤثر في هذا المرض، وهو مرض الصدفية، وأيضا الأعراض اللي تؤثر في هذا المرض. دكتور، أنا أعرف وايد ناس فيهم هذا المرض يعانون صراحة من مرض الصدفية بشكل كبير، يؤثر على النفسية، يعني يتأذون بشكل كبير. كلمني عن هذا المرض دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. مرض الصدفية هو يعتبر من الأمراض الجلدية اللي لها علاقة في المناعة الذاتية. هذا المرض طبعا يؤدي إلى ظهور طفح جلدي، وعادة الطفح الجلدي هذا ملفت للنظر، لونه يكون أحمر واضح، ويكون عليه مثل قشرة، ويظهر في أماكن مكشوفة أحياناً، يظهر على الوي، على الشعر، ممكن يظهر على اليدين وعلى الريول، يعني ممكن يظهر على معظم جسم الإنسان المخشوش والغير مخشوش. دكتور، سبب إحراج حق المرض؟ طبعاً. فهذا المرض طبعاً نتيجته هو عبارة عن خلل في الجهاز المناعي. إن شاء الله اللي أحب ألفت انتباه لها أن 30% من المرضى اللي عندهم الصدفية اللي تأثر على الجلد تصير عندهم التهابات المفاصل. احنا نسميه التهابات المفاصل المصاحبة لمرض الجلدية، وهذه تشابه كثير مرض الروماتويد، التهابات بالمفاصل، تورم، صعوبة حركة. والمرض هذا يأثر على فئة الشباب بين عمر 30 و50 سنة. دكتور، الارتباط هذا بين المرض الجلدي وهو الصدفية وأمراض المفاصل أو التهابات المفاصل، هل لها علاقة مثلا في إهمال المريض تطور مرض الصدفية، ولا ما له علاقة، هو ارتباط جيني؟ شوف، العامل الوراثي الجيني قوي جدا في مرض الصدفية والتهابات المفاصل المصاحبة لمرض الصدفية. المريض اللي عنده التهابات الصدفية الشديدة هو المعرض الأكثر أن يكون عنده التهابات في المفاصل. عشان كذي بداية التشخيص لازم المريض يلتزم بالعلاج، ويبتدي يأخذ العلاجات، ويتابع دكتور الجلدية عشان يتم السيطرة على هذا العلاج، عفوا على المرض. ولكن المرضى اللي إذا ابتدى عندهم مرض التهابات المفاصل، هني عاد العلاقة بين الجلد والمفصل تقريبا تنلغي، فتلاقي المريض ممكن مرة مفاصلة ملتهبة وجلده ما فيه التهاب، ومرة الجلد ملتهب ومفاصلة ما فيها التهاب. شيء صراحة صعب دكتور، والله يعينهم اللي يقوم يعاني من مرضين منفصلين. أيوة. وخلاص يعني قام يعاني من مرضين وكل واحد له توقيته. لكن صحيح. دكتور، من ناحية اللايف ستايل أو نعم. نمط الحياة، نعم. بالنسبة حق مرض الصدفية أو المرض اللي انفصل عنه وهو آلام المفاصل أو التهابات المفاصل، نعم. هل لها علاقة في نمط الحياة اللي نعم. أنا يعني أسلكه؟ في علاقة كبيرة. أول شغلة، مرض الصدفية والتهابات المفاصل المصاحبة لها علاقة في السمنة. فالمريض اللي عنده مرض السمنة، أو يعني مثلا إذا عنده السمنة وصاب المرض هذا، نزول وزنه وايد راح يساعده. هذا رقم واحد. التدخين عامل ثاني، التدخين يأثر على المرض، وكذلك يأثر على العلاجات اللي احنا نستخدمها في علاج هذا المرض. نعم. دكتور، عندي الكثير من الأسئلة، لكن بعد الفاصل إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، ناخذ فاصل ونرجع نواصل الحديث مع دكتور عقيل مهنا. أعزائي المشاهدين، يا هلا مرحبا فيكم. عدنا من بعد الفاصل. دكتور، قبل الفاصل تكلمنا عن مرض الصدفية والأمراض الالتهابية في المفاصل المصاحبة لهذا المرض. لكن دكتور، ما هي الطرق العلاجية لما أحد يكون في مرض الصدفية وصار في هذه الأمراض الالتهابية في المفاصل وراجعكم؟ طبعا التشخيص المبكر يعتبر مهم جدا، على أساس أن الاستجابة للعلاج تكون أفضل. حال الأمراض المناعية الثانية، في علاجات دوائية وفي علاجات غير دوائية اللي هي نمط الحياة وغيرها. نبتدي بالعلاجات الدوائية، طبعاً نبتدي بالمسكنات المضادة للالتهاب، وأحياناً حقن المفاصل إذا استدعى الوضع.
هذه تعتبر من العلاجات المؤقتة، ولكن العلاجات الأساسية هي العلاجات المناعية. نبتدي نقسم المرضى إلى بسيط، متوسط، إلى شديد، وبناء على شدة المرض فيه نبتدي نعطيه العلاج. ودائما يكون معنا دكتور الجلدية يشتغل معنا كأحد أفراد فريق العمل لعلاج هذا المرض. فهذه من الناحية الدوائية. من الناحية الغير دوائية، الرياضة تعتبر مهمة جدا جدا، تساعد المريض على أن أعراضه تتحسن، وكذلك تساعده على أن العظام تحافظ على صحتها وما تصير فيها هشاشة مبكرة. دكتور، هذا من ناحية التهاب المفاصل. نعم. وليس صدفية، ولا أيضا الرياضة تأثر بشكل إيجابي بالنسبة حق المرض الجلدي وهو صدفية؟ تأثير الرياضة للمفاصل هو اللي يكون أهم. نعم. الشغلة الثانية هو نحث المريض على أنه يفقد الوزن الزايد اللي عنده. طبعا الرياضة تساعد على أن الوزن ينزل، ولكن كذلك التزام بالنظام الغذائي اللي يساعد أن وزنه ينزل. نزول وزنه يخلي المرض يتحسن، وكذلك يسهل الأدوية أنها تشتغل بطريقة أفضل داخل الجسم. الأمر الثالث نرجع للتدخين. التدخين لا ارتباط في مرض الصدفية ولا ارتباط في التهابات المفاصل، فالإقلاع عن التدخين يعتبر عامل مهم جدا. دكتور، أعتقد أن التدخين ممكن أن تسألون مثلا المريض هل أنت مدخن، جاوبكم لا. نعم. لكن ممكن أن تشوفون في أمور سيئة في حالته، ممكن دكتور حتى التدخين السلبي. نعم. يؤثر على هذا المريض بشكل أكيد. كبير أكيد أكيد أكيد. طبعا وجود مدخن في البيت. نعم. هذا يعتبر كأن الإنسان، لأنه هو عبارة عن مادة يستنشقها الإنسان، سواء هو أخذها بطريقة مباشرة أو استنشقها من المدخن اليمة، وهذه ممكن أنها تأثر أو أنها تساعد على ظهور المرض، وكذلك ممكن تأثر على العلاج إذا احنا ابتديناه. دكتور، الطرق العلاجية بالنسبة حق مرض الالتهاب المفاصل المصاحب لمرض الصدفية، هل هو نفسه بالضبط الطرق العلاجية مالت أمراض الروماتويد؟ وايد مشابهة لها. تقريبا 70 إلى 80% من الأدوية تعتبر أدوية مشتركة بينهم، ولكن في أدوية مناعية مخصصة لمرض الروماتويد، وفي أدوية مناعية مخصصة لمرض الصدفية، وإذا استخدمناهم يعني استخدمنا هالدواء للمريض الروماتويد ما يستفيد منه، وإذا استخدمنا العكس كذلك ما يستفيد منه. نعم. دكتور، أشكرك على كل هالمعلومات هذه القيمة اللي أنا شخصياً استفدت منها على مدى حلقات كاملة. الله يسلمك. الله يسلمك إن شاء الله دكتور. أعزائي المشاهدين، وصلنا حق نهاية حلقتنا لهذا اليوم، نشوفكم في حلقات قادمة إن شاء الله. مع السلامة.